Abdullah ibn Hudhayfa radiyallahu anhu markii boqorkii Ruum soo xiray waxa loo bandhigay laba shay in boqortooyada Ruumta la kala bad la siiyo oo diinta Islaamka uu ka baxo sahabi jaliila تلمين من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قصيص كي باكوري عيدا كنك وطا والنبي محمد أرضي ديسي أرضي كمدا حنك دليل نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دور سكرنا هلا سي سن نصارى دا إسلام كو قصة عطا وسد عن سبيل الله وقل نقضو لكن وحينا كور قبل نبي محمد صحابة ديسو إيمان كو عرب كمد دليا اللو إيمانك وقلبك دليا الله قلبك دليا الله قلبك وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك الصحابة ماها من العرب كدليا الله من ما ديال نفس الله نفس سكر ماها ومن قلبك وإيمانك فريستي وين الله كتعلق صوت وإيه لبقرك ما كنت عين النصرانية دسوا قلي بقرت يدي دينك لبركة بقصينة مركز وقصلي وعد بقرتوية دادا او دمائسترون وحبال لغا ريبين ايا بقرتوية دا عربي اي هاي ستو هادي هالكا اللي ايديقو او اللي ايقو يرادا دين تسلام كا كبحو ديبو قنقو والله هنا نيالي ايقو كي والله ما فعلت لو طرفة عين دين تسلام كا كبحو اسكا قنقو وحاسو ملكينا قادو ما يالي ايقو بقر كيبا قولي دوام كو دلينا دوام النيحدان هاي بولي هدا يدل سوا النيحدان إحدى الحسنيين بيسوغ يعني يوك إما النصر وإما الشهادة إما إن يقول هلان أو تمكيني هلان وإلهي قرقار قيس الله بلن قاد عنده وقاكو أركان إما إن الشهادة هلان يفردوس يتقان لور شهاد بيض أحوه ماركان وحال الله السمية مركا بغر كي أمر وحو كب حيي در يوا وين وصليب أو كركرا يا أيا هرتو دي الله كاني لبن إنه مسلمين تي أنتوا الله سوق هذا سكون أركا يو أيا لدي دين الإسلام كان نقضا كم نقول النبي داري مرجع سال الله كتب الله بدين بس الله وطوري وف بين آدم والنور أدرى سليل وكركر يلو وطور كم رم سكيب أمرك الله بقول كأنه في الحدن كم نقول دين الإسلام كون نصرانية دقادو مرجع سورة ما قادنا يو للما كدا هذا تي مرجع سبب مرك اللي بقول يدي هذا عبسودا يو waxaanu maleeynaa inuu gaalow yahay hadda markaas loo bandhigay nasraaniyada iyo ay gaalow markaas uu ma gaalow yahay damaxaad loo idaa lagu markii dabka lagu duukay dheriga karkaray hal naf baa igu jirta way iga baxaysaa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin lahaa oo intaas oo ruuxa la igu abuuri lahaa ومذ والبنت ومر هلك على الظل كينو إلهي درتي يقبح إلهي تاسا تمنيونا هاي سنكو يا أبو كيف نفكلي ماها كما يلنفر إلا يقو أبوري لها ومذ والبهل كينت والله الظل كين إلهي درتي يقبح إلهي تاسا تمنينا يا منا هاي سنكو كيف بقر كيبا يقول كن دل جيس وحنو تاري ماي هاسك سيدينو واي هاي سيدان ما قلت هاي أبو كيف ماذا حين هذه قردون كن وانا كسي ديني مرقاس المقال بطن حقا مقرا سيكي بس وشو رست شرد بو كحرا وحود هدي مسلمين تا إلا حرن هدي سي ديني سيد ها وان كاردون كن هدي كلا كاردون كن ما يبو كو يدي مرقاس الوحقا يبن بو كو مرقاس المقال بان مدح حقا مقرا أما أصحاب النبي محمد كم بدا رقاه ويسي ديني يسو ما هنا لبرير بجهاد بقصو علينا قال بيحمينا أصحاب الرسول سجى عيرا كسيبا لسيد أيه مدينة المنورة سو جلال عمر بن الخطاب سود ويجي إنه قال ماذا حكى سود كذا أيه وش يجي بعد يلو رجى الله سعد بن عمر كويري عبد الله بن حذافة هرب كن هسلام إنه هسود وين وايو قال ماذا حكى سود إنك أنا ها هبل دبد وضح هبل هي دي بده وضح هبل هي هبل هي يطلع له شغايا يو بس كوكو توست قال لنا لك لا شغايسو ايا ما انت مسلمين تو رمر واركا قال هذا بالكو غينا تجنو
أي ما أنت مسلمين تهرو مرو أركا إياكنا رجل السود داية دون كسد اللغو السود داية عمر كله قال بما ذا حقا صور دون كذيها سلامة عمر باي لبلو كذيها ورئيستي سيديكو بعضي إن أدنين قال بما ذا حقا بمات وعليك أكو سود داية سيمركا عقد الدية ريدة قلبك قد الشيخ حمد وقبل يميولي حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك بكذي فكست مسلمة وحق أبو عمر إن ما ركتنا عبد الله بن حذافة وماذا حكب كذا أنا قانا كبل أبو يقول أنا قانا كبل إلهي بيكو حبنا إسلام نما ديكو حبنا الضامين الضامة وحيان نغدا إلهي ومسكلا إلهي سيدي إلهي دوني مركي يالين سيدي يكون أي دوني ينبع إلهي أدونك ويالين